وضع خطة مشروع بعد التخرج هو ما قررت منى القيام به بعيداً عن انتظار فرصة الحصول على وظيفة ما، وتطبيق المعارف المتراكمة خلال مسارها الجامعي تخصص كيمياء هو ما اخترته لخلق مشروع طموح من خلال إنتاج الصابون وبعض مواد الاستحمام. كي كملت قرايتي قلت بوكو با ندير نخدم في الدومين تاعي، ندير ان بتي بروجي في الدومين تاعي. وبي جاتني الفكره تاع ندير تاع مواد التجميل الطبيعيه. بديت بلا فابريكاسيون دو صابون، بديت بالصابون الطبيعي على الطريقه البارده، ومن بعد جاتني فكره نزيد دوطخ برودوي كوزميتيك ناتوريل، دونك ندير الاعشاب و لي زوطخ دوطخ راجو كيما قلت لك، كيما لو كركما، كيما لو ميال، الحليب مليح بزاف لابو، لو كافي نديرو ميم لا بودغ دو كافي كي ديرها في الصابون تقدر تصل به كوم ان غوماج. منى فضلت تبني فكرة المقاولات وتحويل شهادتها الجامعية إلى مفتاح لباب الاستثمار، وخطوة تلو الأخرى يكبر الحلم. Pour le moment, on est en train de faire dans un petit espace à Neuf d'Ar. Dans l'avenir, inshallah, pourquoi pas? Il connaît mon propre labo, on est en faire bien sûr. Le petit projet, il est un grand projet, inshallah, dans l'avenir, pourquoi pas? Même si ma cache imkaniyat, بصح الواحد وحده يقدر يعرف كيفاش يprofite de واش عنده. Donc يبدأ، même si حاجة صغيرة بدأ بها. Après هذيك الحاجة صغيرة تولي inshallah dans l'avenir حاجة كبيرة، ولي un grand projet inshallah. ليس من الصعب أن تتحول طموحات البسيطة للشباب إلى إنجازات تكون كانطلاقة فعلية لمشوار حياتهم، وما منى إلا مثال بسيط عن شباب رفضوا أن يبقوا تحت رحمة مسابقات التوظيف للخروج من شبح البطالة.